أمر مهم في سورة ياسين. يقول الدكتور راتب النابلسي: توقفت كثيرا في سورة ياسين فوجدت فيها أمرا ربما لا نلتفت إليه كثيرا. ترتبط سورة ياسين بالموت، غالبا ما تجد أهل المتوفى يعكفون على قراءة سورة ياسين يوم الوفاة لعل الله ينفع بها الميت، والأوفياء منهم يواظبون عليها عدة أيام بعد وفاة عزيز عليهم. لكني التفت إلى أمر مهم في سورة ياسين، قال سبحانه: لينذر من كان حيا، ولم يقل لينفع من كان ميتا. إننا أغفلنا الحكمة الأعظم من القرآن لينذر من كان حيا. ثم جعلت أتساءل: كم من الأحياء الذين قرأوا سورة ياسين انتفعوا بها؟ كم منهم تعلم منها ولو معنى واحد؟ كم منهم أثرت في حياته وغيرت منها شيئا؟ هؤلاء الألوف الذين يقرؤونها كل يوم، ماذا صنعوا بها يا ترى؟ وأبرز ما لفت انتباهي هي قصة القرية التي جاءها المرسلون. في القصة رجل من القرية اقتنع بما يدعو إليه المرسلون، وقام ملهوفا على قومه من أقصى المدينة. جاء يحاول قومه ويدعوهم إلى ما اعتقد أنه سبيل الفوز والسعادة، وكانت مكافأته من قومه أن قتلوه بطريقة حقيرة رديئة. يدهشك ما سيحدث بعد ذلك. يخبرنا القرآن أن هذا الرجل قيل له: ادخل الجنة. لو كنت مكانه لفكرت على الفور: يا ربي، والقتلة الآن تنتقم لي منهم؟ ألن تعذبهم؟ يا رب، سلط عليهم من يفترسهم حتى يموتوا. لكن قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. حقيقة توقفت كثيرا أمام هذه النفسية العظيمة، نفس رحبة واسعة جدا، حتى أنها لم تحمل ضغينة على القتلة، بل على العكس، كانت أول أمنية له فور أن بشر بالجنة. لو أن هذا المجتمع القاسي الذي قابل الجميل بالقتل، لو أنهم يعلمون المنقلب، لو أنهم يطلعون على الخير الذي أعد الله للصالحين، يا ليت قومي يعلمون. أدهشني همته في دعوتهم للخير مع توقف مطالبته بالعمل. أدهشني حبه الخير للآخرين حتى من آذوه. أدهشني أن تكون أول أمنية له وأنهم يعلمون. وبعد أيام وقفت مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على موقف مشابه، رحلة الطائف، ويأتيه ملك الجبال: لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فيجيب: اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون. إذا مات القلب ذهبت الرحمة، وإذا مات العقل ذهبت الحكمة، وإذا مات الضمير ذهب كل شيء.